يقول نسمع دعوة التقارب بين الأديان، وفي بعض الدول يلتقي علماء مسلمين مع قسيسين في مناسبات وأعياد، فما حكم ذلك؟ ويعتبرون أن ذلك القسيسين والنصارى إخوان لهم. الجمع بين الأديان والتقارب بين الأديان جمع بين الكفر والإيمان، يعني يجوز أنك تجمع بين الكفار والمسلمين؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما في أديان إلا دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، بعد بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما في أديان إلا دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم الله باتباعه، أمر الجن والإنس واليهود والنصارى والأميين وسائر البشر أن يتبعوا هذا الرسول. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا دين بعد بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام الذي جاء به، فلا يهودية ولا نصرانية ولا أي دين لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فكيف نجمع بين كفر وإيمان؟ كيف تجمع بين من يقول الله ثالث ثلاثة أو الله هو المسيح ابن مريم والذي يقول لا إله إلا الله؟ كيف تجمع بين هذا وهذا؟ كيف تجمع بين من يقول الله فقير ونحن أغنياء كما قالت اليهود، ومن يقول يد الله مغلولة؟ كيف تجمع بينه وبين مسلم موحد لله سبحانه وتعالى؟ فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يعرفوا دينهم وأن يتركوا هذه الدعوات المضللة وأن ينشروا في الناس أنه لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. قال عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ كيف يجمع بين الأديان الكفرية والدين الصحيح؟ هذا مستحيل. وأما زيارتهم للدعوة إلى الله لعلهم يسلمون فلا بأس أن يزاروا لأجل الدعوة إلى الله وبيان الإسلام لهم، شرح الإسلام لهم لعلهم يسلمون، فلا بأس بذلك. أما زيارتهم للاستئناس معهم وإقرارهم على ما هم عليه من الكفر وموافقتهم فهذا محرم ولا يجوز.